مرة تانية، ناس كتير بتسأل عن أجهزة ضربات القلب أو الأجهزة اللي بتركب للقلب. في عجالة سريعة هشرح لحضراتكم الأنواع المختلفة من أجهزة القلب. احنا عندنا أول نوع من الأجهزة اسمها أجهزة منظمات ضربات القلب، والأجهزة دي بعضها مؤقت وبعضها دائم. الأجهزة دي بتركب للمرضى اللي بتعاني من تباطؤ شديد في ضربات القلب بيؤدي إلى إغماءات متتالية وممكن بعد الشر يعرضهم للوفاة المفاجئة. الأجهزة دي بتركب كجهاز مؤقت لو المريض عنده سبب ممكن لو تصلح الضربات ترجع تزيد، زي مثلا خلل في نسب البوتاسيوم، زي لو أعراض جانبية من بعض الأدوية. لكن لو المريض السبب اللي عنده دائم وما أداش إلى يعني فضل نبضه قليل، فهنا بيبقى مستدعي تركيب جهاز دائم لضربات القلب. والأجهزة دي بتتزرع تحت الجلد، بعضها بيبقى جهاز أحادي الغرفة، يعني قسطرة واحدة بتركب في البطين الأيمن للقلب، وبعضها أجهزة ثنائية الغرفة بيبقى فيه قسطرة في البطين الأيمن وقسطرة في الأذين الأيمن. الفرق بين القسطرة بين الجهاز الأحادي والجهاز الثنائي إن الجهاز الثنائي بيبقى أقرب للحالة الطبيعية، بيحقق وظائف فسيولوجية أحسن، بيزود ضربات القلب أكتر لما المريض يبقى محتاج إن ضربات قلبه تزيد عن الجهاز الأحادي. ولكن بعض المرضى وخصوصا الكبار قوي في السن اللي حركتهم قليله، او الناس اللي عندها رفرفه اذينيه سريعه، الناس دي مش مستفيده من وجود قسطره في الاذين، وممكن نكتفي بتركيب جهاز احادي للوفاه يعني لحد من نسب الوفاه والاغماءات المتتاليه. النوع الثاني من اجهزه القلب هي اجهزه تقويه عضله القلب او الجهاز الثلاثي لعضله القلب. هو جهاز برضه منظم ولكن بيبقى زايد عليه قسطره بتتحط في البطين الايسر للقلب. الجهاز ده يلائم مرضى ضعف عضلة القلب اللي بيوفروا اشتراطات معينة، إن تكون كفاءة عضلة القلب بتاعتهم أقل من 35%، ورسم القلب بتاعهم بيبين بطء في التوصيل من خلال الضفيرة اليسرى للقلب. الناس دي ممكن تستفيد من الأجهزة الثلاثية للقلب بنسبة 70%، بمعنى إن 70% من المرضى ممكن يحصل عندهم تحسن لكفاءة عضلة القلب ويقلل من جرعات مدرات البول اللي بيحتاجها، ويقلل من دخول المريض للمستشفيات، ويقلل كمان نسب الوفيات لو المريض من النسبة 70% المستجيبة. النوع الأخير هي الأجهزة الصادمة أو أجهزة صدمات القلب. الأجهزة دي بتركب للحد من الوفاة المفاجئة. بعض المرضى بيجيلهم توقف مفاجئ لعضلة القلب نتيجة لرفرفة بطينية أو تسارع في ضربات القلب البطينية، والمريض ده لو ما وصلش المستشفى في ميعاد مظبوط واتعمل له صدمه كهربيه وانعاش قلبي رئوي ممكن يتوفاه الله. فالمرضى اللي عرضه لهذه النوبات بيركب جهاز الصدمات ده. جهاز الصدمات يا اما بيركب لمريض حصل له توقف سابق لعضله القلب مالوش برضه سبب ممكن يتصلح، زي مش ناتج من جلطه او حاده بالقلب مثلا. فلو المريض ما عندوش سبب لتوقف ضربات القلب دي، فبالتالي لازم يركب جهاز للحد من النوبات المتتاليه اللي بعد كده، او بيركب بصوره وقائيه. هنا المريض ما جالوش حاجه لكن انا عارف انه عرضه اكتر من غيره انه يجيله النوبات دي. ودول المرضى اللي عندهم ضعف شديد في عضله قلب بكفاءه عضله اقل من 35% في اشعه الموجات الصوتيه، وعلى علاجات دوائيه، ورغم ذلك المريض لا يزال يعاني من النهجان. هنا انا عارف ان المريض ده عرضه لتوقف عضله القلب، فانا بركب له الجهاز عشان ما يجيلوش نوبات زي دي. فبالتالي انواع الاجهزه اللي عندنا يا اما اجهزه صدمات او اجهزه تقويه عضله القلب او اجهزه منظمات القلب. وشكرا لحضراتكم.